نشرة الأخبار على الحياة فم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فم، والبداية بالعناوين. عيادات طبية مجانية لكبار السن بعدد من الدوائر البلدية لبلدية تونس. وتقدم أشغال محطة تحليه مياه البحر بالزارات من ولاية قابس بنسبة 80%. من العناوين إلى التفاصيل، حيث تم بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، نظمت بلدية تونس صباح الأحد في عدد من دوائرها البلدية عيادات طبية مجانية لمختلف متساكني هذه الدوائر تحت شعار شباب على الدوام. وتندرج هذه التظاهرة في إطار التوعية بأهمية الرعاية الطبية والعلاجية وكذلك الرعاية الوقائية لكبار السن. وتوافد عدد من المواطنين من مختلف الشرائح العمرية على هذه الفضاءات قصد وتشخيص عدد من الأمراض وتلقي النصائح الضرورية من الفريق الطبي المتواجد على عين المكان. وتم للغرض تخصيص فضاءات الدوائر البلدية بكل من سيدي البشير والمركز الثقافي أبو قاسم الشابي بالوردية وجبال الجلود والكبارية والحريرية بتحويلها إلى فضاءات طبية متخصصة لفحص كبار السن وتشخيص الأمراض المزمنة وإزداء النصائح الطبية الضرورية. وقالت رئيسة الدائرة البلدية بسيدي البشير هند عباس في تصريحا لوكالة تونس إفريقي اللامبا إن بلدية تونس وعبر هذه البادرة تحرص على إضفاء نوع من الديناميكية في أنشطتها وانفتاحها على محيطها الخارجية بالتركيز على الجوانب الاجتماعية لمتساكني المناطق البلدية. في موضوع آخر، اطلع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة على مشروع حماية ميناء الصيد البحري بقابس الذي أنجز في السنوات الأخيرة بكلفة فاقت 25.5 مليون دينار بغاية مقاومة ظاهرة الترمل التي باتت تعيق دخول مراكب الصيد البحري إلى هذا الميناء. كما اطلع وزير خلال زيارته إلى ولاية قابس اليوم الأحد على تقدم أشغال محطة تحليه مياه البحر بالزارات التي تناهزت كلفتها 330 مليون دينار وفق المعطيات التي تم تقديمها خلال زيارته لهذه المحطة. كما بلغت نسبة تقدم أشغال هذه المحطة 80%. ومن المنتظر أن يشرع في استغلال هذه المحطة خلال شهر جوان من السنة القادمة، وسيستفيد منها 1.1 مليون ساكن يتوزعون بين ولايات قابس ومدنين وتطاوين. تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية التصديرات بتونس من حاجز 52 قنطارا من مادة الفانيلا المدعمة لدى مخبزتين مصنفتين بسيدي حسين. وتفيد المعطيات تعمد صاحب المخبزتين التزود بمادة الفانيلا المدعمة دون إنتاج الخبز وتسويقه، مما تسبب في تسجيل اضطراب في تزويد المنطقة المذكورة بالخبز، وذلك منذ يوم الجمعة الماضي وإلى غاية اليوم الأحد. وقد تم تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل المضاربة غير المشروعة، إلى جانب إيقاف تزويد المخبزتين بمادة الفرينة في انتظار استكمال بقية الإجراءات وفق التشريع السارية. في أخبار العالم، أعلنت لجنة العفو الرئاسي بمصر الأحد الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا مساء الأحد والاثنين. جاء ذلك في بيان للجنة نقله عضو المحامي طارق العوضي عبر صفحته بالفيسبوك في أحدث دفعة ضمن أعمال اللجنة التي أعيد تفعيلها بقرار رئاسي في أبريل الماضي، وأغلب ملفاتها متعلقة بسجناء رأي. وقالت اللجنة في بيان لها إن هنالك إخلاء سبيل تتم اليوم الأحد وغدا الاثنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية دون ذكر عدد المفرج عنهم. وأوضحت أن القرار يستهدف خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا من غير المتورطين بعنف ولا ينتمون لجماعات إرهابية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. عيادات طبية مجانية لكبار السن بعدد من الدوائر البلدية لبلدية تونس. وتقدم أشغال محطة تحليه مياه البحر بالزارات من ولاية قابس بنسبة 80%. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.